كان عراق رولي إداري كركوك هاولاتياني شاركان برز نرخان لبيجوازي كردن لا أولا هلط وكاني دستي داعش وستايشي قارمانتي بيجمرقشيان كرد لا دابين كرنية سايشو فارسني هاولاتيان ببيجيوازي دوام روجي بلاتفورمي سليماني وبتو كردني بيوانديكاني نيوان بارزغاكاني عراقو هما هنجي آبوري و ألاغوري أزموناكانان تايبت كرا بو زياتر قفتقو كردن لسر كار كردن و بوجان نوي عراقو هما هنجي كومبانياكانو آودان كرنوي بريارش درا كسالنا امسكويا لا بارزغي سليماني انجام بدريد بو بي ناسرا و بپايتختي روشنبيري هل انجامي قفتقو كردني بازرگاني و ناساندني بارزغاكان چن كومبانيا يك پيشنيار و كاركاني خوان لا پلانفورما كدا خسرو كهوليان داول لري و برهنانوا گرنجي بدنا اودان كردنوي بارزغاكانو بوشان نويان اوي كزور گرنگا همو بارزغاكاني عراق پشتواني تواوي خوان بو بارزغاي نيوي بو بارزغاي حلبجه دربري و بریاری که گرنگ دره که ایجوه پلاتفورمی سلیمانی سالانه لسلیمانی پایتخت روشنبیری بکرد ام بانانی که ده اندرد بانمونه پلاتفورمی سلیمانی شکل دوانی که با بچونی من او پیوندیه کن آسانه کد او کپتوانین ایم او کمپانیشی گوره لگه کمپانیشی که بیرو بچونه که من بگوری نوانه با او کپتوانین سود من بین با ام کمال گره سبارد به آوارکانی چند پارزگای چی عراقی که لاستادا به هوی شر داعشو مترسی تروستان و رویان لا کرکوکو پارزگاکانی دیکی حریمی کردستان کردوا اما دبوان که نیونری پارزگاکانی خوارو عراقن ستایشی خلچی کردستانیان کرد با تایبتی خلچی کرکوکو اداری پارزگاکا عرض کرکوک تحملت عبء کبیر استقبلت اعداد کبیر من النازحین و هی مشکوره على ذلك پارێزگای کەرکووک ئاوارێکی زۆری لەخۆ گرتووە و ئێمە سوپاسیان دەکەین بۆ ئەو هاوکاریانی کە پێشکەشیان کردوون ئەمڕۆش هەوڵماندا لە گفتوگۆکانماندا باس لە گەڕانەوەی هەندێک لەو خێزانە ئاوارانە بکەین بەتایبەت ئەوانەی کە ناوچەکانیان ڕزگار کراون من خلال هذا مباركم أنا أشكر السيد المحافظ وأشكر أهالي كركوك لە ڕێگای کەناڵەکەتانەوە ئەمەوێت سپاسی پارێزگاری کەرکووک و خەڵکی کەرکووک بکەم کە هاوکاری تەواوی ئەو ئاوارانەیان کردووە و باوەشیان بۆیان کردوەتەوە و تەواوی هاوکاری مرۆیەکانیان پێشکەش کردوون في الحقيقة شكر وتقدير لكل جميع اقليم كردستان والى محافظة كركوك التي احتوت الكثير من النازحين من ابنائنا في محافظة الانبار سواسي هرمي كردستان دكم بتايبتي كركوك بو قرتنا اخوي او رشا اواراني كازور بيان خلشي بارزغي انبارن جلال له بصمة حقيقية في الواقع السياسي العراقي اليوم مام جلال رولي كي بالاي هبو بيوندي كي طواي هبو لقل انا سياسي كاني عراق توانیویتی به حکیمانه خوی کشه سیاسی کن چهار سر بکات ببید بپرد یک بود چهار سر کدنی کشه که نیوان لعنه سیاسی کن لروجی یکمی او پلاتفورم دا دکتور نجبدین کریم پارزگاری کرکوک رای گیان لبرانبر پرایویس خستنی پارزگاری کرکوک للاین حکمت عراقی و بجاردی نیوان لبردست دایو بمزوانش کارای دکن رخنشی لحکمت عراقی گرد بوی که پارزگای کرکوچی لسرجم بارکان دا پشتوی خستو و مستحقاتی دارایکانی بو خرج ناکد تأشید شی کدوا خاکو حولاتیانی کرکوک للاین هزکانی پیشمرگا و پارز راو نوچه چی فراوانیش ببازوی هزکانی پیشمرگا قارمانکن پارز راو طای حاجی عبدالله کانالی آسمانی کرکوک سلیمانی